ازاي يا اخويا الشباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعنا لكم في فلوج جديد. النهارده فلوج جديد، انا راح افتح المحل. بابا مسافر يشوف على اخويا، وانا راح افتح محلنا. هعمل لكم سبرايز. بش نشكيلك يما، وقالولي للا صغير وفي قلبي غمة، حب يطير وطير الفوق. هو النجم السفاح، بطلوا تخاريف، هو الاسطوره. هو لينك الصفحه تحت ديسكريبشن، لينك الصفحه بتاعت ميكس ستايل هسيبها لكم في الديسكريبشن. تمام ماشي. جدا فلازم نعمل حاجه مسليه يعني.
رسم البطاقة هون الحق خليك جريء النادي الأعلي أحسن فريق وهنا نركن العجلة نركن المرسيدس استنى ناخد صورة نايس كده فانا محلو ماشيين بوستر مون صلاح بصوا اثار صدق دلوقتي مشيت من المحل و هسيب لكم لينك المحل في الديسكريبشن ولينك القناه القديمه برضه وايه تاني اللهم صل على النبي ولينك اللي هو البرنامج اللي بطلع عليه لايف هسيبه لكم برضو لا 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 انا عايز اغني يلا اغني اغني الدستراك بتاع محمد خالد بعمل منك عبرة يا شقر انت وصاحبك جدقوا عشروف وفي من الابيض انت نت من المرضى سافر بيا قدام كارت سرقنا من رو الدر جنيت الدر سرقنا من دايلة ماكش عايزة فيديوهات ازاي رامي ماكش عايزة زي رامي فيديوهاتك تنقيدك وبفرع في التلاشة فالح بس في التاسع اخرج من العربية ويسكت قديم بطل تستغل من شهر وتستغل الدين وتستغل الدين عشان تجيب فلوس يعني فلوس ومن فلوس تجيب حريم ومن فلوس تجيب حريم يا حوان انت مش متعيد التريك ده احسن شهرة بعمل لقطة وبهرب انا كده بنزل مختوم طبعا احنا لسه في المزاج طفي انا في ظهر ناس مش حافظ بقى عايز اغني لكم برده الكليب بتاع محمد خالد عشان بحب محمد خالد قوي فاغني لكم الكليب بتاعه اللي هو بتاع الحوت الازرق دماغ محيط بافكار دماغه افكار تعبانه صاحب كل الاعداء معكم الحوت الازرق يا سهل دماغ محيط بافكار دماغه افكار تعبانه صاحب كل الاعداء معاكم الحوت الازرق يا سادة بابا تجري بسكيبة صحرا بسكيبة ولا غيرك مش حافظ عينك خلاص بقى فات سفاك مش عارف ان انا بدأت فيديو
كده اكون خلص الفيديو. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا اشتراك في القناه القديمه وتنزلوا البرنامج اللي انا بطلع عليه لايف مش هتاخد نفسي وتدخلوا على صفحه على الفيسبوك على صفحه ميكس ستايل. يلا شوفوا في الفلوج الجاي مع السلامه.